فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي رجل فأرادت زوجته أن تنفق المال كله الذي ورثته في بناء مسجد لزوجها. في بناء مسجد. يقول: توفي رجل فأرادت زوجته أن تنفق المال الذي ورثته منه تنفقه في بناء مسجد لزوجها، هل يحصل الزوج في ذلك على الصدقة الجارية؟ إذا اشتري المحل وبني يحصل على، أما قبل ينفذ ما صار شيء، لكن إذا نفذ أخذ مجراه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.